السلام عليكم. قال مسؤول بوزارة الصناعة أن الإفراج عن ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات قد يكون قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح عبد العزيز قند مدير عام بوزارة الصناعة لدى استضافته في برنامج الشروق مورنينج أنه من الممكن الفصل في هذا الملف قبل نهاية السنة. ومن جهة أخرى كشف المسؤول أن اللجنة المكلفة بملفات وكلاء السيارات درست لحد الساعة 27 ملف ورفضت 19 منها لعدم استيفائها الشروط. وهذا ما يعني أن وزارة الصناعة ستكشف غدا يوم الخميس عن 8 وكلاء إن شاء الله. وحول ملف التصنيع أكد المسؤول في وزارة الصناعة أن 6 مصنعين تقدموا بطلبات للاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر، موضحا أن الجزائر مستعدة للموافقة على الطلبات المصنعين شرط أن يجسد شعار رابح رابح على أرض الواقع. ووصول أول دفعة من السيارات الجديدة سيكون خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 إن شاء الله. سلام.